زوار ومتتبع موقع جديدة نيوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دردشة قبل إفطار اليوم 14 من شهر رمضان 2018، الموسم الثاني، تتعلق بتأخر قطارات المملكة المغربية وخاصة بالجديدة. في هذا الإطار غادي نستضيف أحد الناس اللي عاشوا واحد اليوم هيتشكوكي البارح، بحكم أن الإبن ديالو كان عنده امتحان في الدار البيضاء وكان وقع شي مشكل، ولدرجة أنه ما كانش غادي يدوز هذا الامتحان. هذا الأمر كيتعلق دائما بسي عبد السلام العساب اللي جيت معاه دابا للمحطة ديال القطار، واستطاع أنه يحصل على وثيقة تثبت تأخر القطار. نخليو السي العساب يهضر لنا على التجربة ديال ولدو، واش كتب ولدو في التدوينة ديالو، راه غنشروها لكم حتى هي، وهو كتب واحد التدوينة. المهم الرأي ديالو هو اللي كيهمنا في هذه النقطة هذه. شكرا للسي عبد السلام حكار، مدير الموقع الإلكتروني الجاد الجديدة ونيوز، على التتبع ديال هذا الموقع اللصيق لقضايا وهموم ومشاكل المواطنات والمواطنين. أنا عبد السلام العسال، المناضل الحقوقي المعروف على مستوى مدينة الجديدة. كنت دائما كيستضفني موقع الجديدة نيوز باش نتكلم عن المشاكل ديال الناس وديال المواطنات والمواطنين، واليوم تيستضفني الموقع باش نتكلم على مشكل خاص ديالي أنا شخصيا، ولكن هو في نفس الوقت مشكل ديال كافة المواطنات والمواطنين اللي كيجيو الجديدة أو كيمشيو من جديدة في القطارات المهترئة ديال الخليع. هاد القطارات التي ينذلها الجبين، هاد القطارات اللي لا تحمل من مفهوم وكلمة القطارات إلا الاسم. بالأمس 29 في شهر ماي في هذا الشهر ديال رمضان، كان الابن ديالي رفيق العسال خطا القطار الأول اللي كيخرج من مدينة جديدة على الساعة 7:22 دقيقة أو 7:08، على أساس يلتحق بمدينة الدار البيضاء لأن كان عنده امتحان في الساعة 11. ما وقع هو أن القطار مع 57 دقيقة وقف في نواحي أزمور واحد حوالي 30 دقيقة أو 25 دقيقة، من بعد عاود ثاني زاد وقف في نواحي بنين شتوكة في الخلا، واحد المنطقة نائية، في منطقة ما فيها لا شانطي لا شارع لا تاكسي لا كروي لا والو. وقال لي من الكونترولور التران راه وقف، راه خاسر، خصنا نتسناو تيجيو يصوبوا. الور كانت واحد صدمة نفسية كبيرة بالنسبة للابن ديالي وبالنسبة لكافة الناس اللي كانت عندهم التزامات مستعجلة في هذاك القطار. كاين اللي كان غادي للمطار، كاين اللي غادي خدام خصو يدخل تسعود في الإدارة ديالو، كاين اللي كان عنده موعد مع الطبيب، كاين اللي كان عنده، كاينين طلبة أخرين اللي كانت عنده امتحانات في مؤسسات أخرى ومنها طلبة في ليسكاو. إذن الإبن ديالي بقى قدامه ساعتين تلمكانة باش يوصل للدار البيضاء، في الوقت اللي كان خصو يوصل في تسعود وتبقى قدامه ساعتين وهو في الدار البيضاء. إذن هو باقي في الخلاء في نواحي 2 شتوكة وبقى قدامه ساعتين، ما تلف ما عرف ما يدير، كيعيط علينا حنا كنا دايرين التليفون سيلونسيو لان الصباح ورمضان وصالحين ناسين. كي ما لقى حتى شي حل، في الاخر هز باليزه ديالو، هز حوايجو والماكله ديالو اللي كنا موجدين للفطور ديالو وداك الشيء، وبدا غادي في الخلا، دار الجي بي اس وغادي تيقلب على فين كاين لاكار ديال الشتوكه. ضرب واحد 30 دقيقه ولا 40 دقيقه وهو غادي على رجليه، والشتا كتصب عليه بين قوسين، هاد الشتا كتصب عليه، في الاخر راه مرض، راه دابا راه ناعس مريض. وبالصدفه كنكتشف انا والوالده ديالو كنكتشفوا في التليفون بانه كاينين دي زابيل او نابسونس. عيطنا عليه قال لك راني واحل جيو عندي كذا، صدقت انا كنطير بطوموبيلتي باش وصلت عندو، درت معاه في الشتوكه وهزيتو من الشتوكه وديتو للدار البيضاء وبواحد السرعه الى اخره. اوروزمون وصلتو ب 10 دقائق قبل الوقت، مع الدخله دخل سدوا الباب، لان كيسدوا الباب مع 11 قد سدوا عليه، سدوا الباب اوروزمون دخل، ولكن دخل في واحد الحاله نفسيه جد متدهوره، وكانت عنده ماده في الامتحان اساسيه
ديال لابيدياتري ديال طب الاطفال، واللي هي تقريبا واحد الشهر وتي بريباري ليا بالليل وبالنهار وهذا، وخلق للدري ازمه نفسيه خانقه. انا دابا عندي شهاده تثبت بان القطار كان معطل، هيا القطار كان معطل ب 195 دقيقه، يعني ما وصل في الوقت اللي خصو يوصل في التسعود، ما وصل حتى ل 12 ربع. هي كاينه المسجد هنايا، وانا قررت بانني غادي ندير دعوه في المحكمه، لان ما يمكنش نسمح بهذا الاستهتار. هذا على مستوى التاخر، واللي ديما هذه القطارات ديال الجديده الدار البيضاء بحال القطارات اللي كاينه في المغرب كامل ديما معطله، واكثر من هذا الشيء الجديده عطينا قطارات مهتريه، عطينا قطارات الكوسانات ديالهم مسخين، فيهم واحد الوسخ ما تقدرش، متعفن، وفي الطواليت ديالهم ما خدامينش، والريحه في الطواليت، والقطار غادي وكيتقرقب بحال شي براكه متنقله. هذا الشيء زعما ينداله الجبين. انا عبد السلام العسال دابا انا بصدد انني كنفكر في واحد الوقفه احتجاجيه تكون كبيره هنا، بالاضافه للدعوه في المحكمه، وكنظن بانه خاص واحد الزلزال يضرب هاد القطارات باش نقدروا نلقاو حلول اللي هي كتهم كافه المواطنات والمواطنين البسطاء اللي كيضطروا يركبوا في هاد القطارات. سيب سيب سيب، شكرا لك، بارك الله عليك.